اليوم جبت لكم واحد الاخ وجدي مربي نسر. السلام عليكم تبارك الله. يا اخوان تحياتي كراكو دايرين. السيده الله يعمرها سلاح باش نكونوا واقعيين. شنو سميت نسر ديالك؟ هذا سميتو دوكس. دوكس دي او اكس. كيفاش كتسمي هذه؟ هذا انايا كان عندي اصلا، كان عندي واحد النسر هنايا ديجا وهذا جبته بحال فهمت وسميتو دوكس عليه. الله يسامحك. المهم انت تدير واحد الكونسيبت الناس دابا شي يتصوروا معاه. كيصوروا معاه وكنجيبوا عاد كاينه واحد الجاليه بعد المغربيه اللي كتكون من برا السياحه وكيشوفوا هذا المنظر هذا مزيان وكيعجبهم الحال فهمت. حنا ماذا بينا نزيدوا بالبلاد كي قال الاخر وداك الشيء ديال الله الحمد لله. باش جاتك فكره تربي خويا؟ هذه فكره من بكري وهي عندي فهمت. كان عندي واحد الدري صاحبي بعدا اصلا كان عنده واحد النسر والله عمرها سلا تنتسنى ينقب هذا اخونا شبعان سمعت. وكان ديجا بعدا كان عنده هاد الفكره سبحان الله جات من عنده هو وبديت بعدايا انايا وبقيتها كمربي نسور صافي كتبقى فيك وسبحان الله. شو شفت هما واحد التربيه ديالهم سبيسيال ماشي بحال المشوش ماشي بحال القطوط. هو خصك تبقى معاه يوميا ضروري العنايه باي ابسط حاجه ضروري هذه بزاف كاع. وغير باش ناكد للناس بزاف هذا شو كاين اللي كانوا يسبوني في هذا الفيديو كنقول لهم هذا راه ماشي نسر باش تعرف هذا عقاب. كاين اللي كيكون في سبيسيال في هذا الدومين راه تعرف بانه عقاب. هذا عقاب ديال الافعى كياكل غير الافاعي غير ماشي عارفه غير الافاعي. هذا ماشي الوجبه المفضله ديال الافاعي هو كياكل جميع الحيوانات. وهذا بدا باش نفهم الناس كاين اللي كيقول لي لا هذاك ماشي نسر هذاك راه صقر. هذا ماشي صقر شو غير باش كاين بزاف ديال الانواع. كاين الصقر كاين الباز وكاين العقاب وكاين النسر. اكبر حجم كاين هو النسر باش تعرف. هذا العقاب وهذا العقاب هذا راه باش تعرفوا هذا العقاب هذا راه هو كيغلب النسر. يعني راه يتحط هو والنسر راه يفنش باش تعرف واخا النسر كبر منه. النسر راه كياكل الجيفه راه يقدر يتبان له جيفه ياكلها. مي هذا العقاب هذا خصو يصيد برجليه وياكل داك الشيء طايب يصيد الحوت يصيد لا خصو يصيد ويتلذذ بهذيك الشهوه ديال الصيد عادي ياكل هذيك. شنو تطيب ليه؟ لا انا ما كنطيبلوش كنعطيو داك الشيء خضر. شنو تعطيه؟ انا نعطيه شو مره اللحم ديال البقري كنعطي اللحم ديال الغنمي والله الكبده. خونا شي ضرب الشيء لا كياكل غير شي حاجه مزيانه حايده لي كياكل الكبادي ديال الدجاج كنعطي مره الكبده ديال الحولي. المهم كنتهلا في هذا بحال ولدي. شوف عزيز عليا الصراحه باش نكون واقعي اين واحد الحاجه باش خافش منه اللي يغدرك. اه يا ودي نخاف منه هذا والله ما يغدرك اقسم بالله. يغدرك بنادم وما يغدركش الحيوان باش نكون واقعي والله. حتى شو هذا والله تلقى منه غير الخير بصح الا درت فيه الخير درت فيه الشر غادي تلقى الشر اديرها باينه. شحال تقريبا تصرف عليه في النهار؟ وقول هذيك 50 درهم بحال هكا في النهار. في النهار كياكلها. اه دابا انت راه مزوج اه ولكن عندك مسؤوليه. هاني هاني ما كاينش مشكل. وشو ولكن كما الى نهار ما تنقد عليه راه غادي نطلقوا راه رزقه على الله. اديرها باين. انا كنقول اي واحد كيربي اي حيوان راه من نملا وطلع ماشي غير ما غاديش تقدر اخويا ما غاديش تقدر راه تطلقوا راه ربي اللي غادي يرزقوا. راه شوف راه اي حاجه في دار الدنيا راه الله سبحانه وتعالى حط لها رزقها في واحد البلاصه ديالها. غير باش نقول ما تقدش اخويا طلق. انا شحال من واحد كيكون كنشوف كان عنده واحد بحال نقول هذاك السويف اللي كيدور هنايا كتلقاه رابطو وكيعطيه الخبز واش تاه مسطيب راه كياكل اللحم هذاك. كاين شي واحد تلقى مربي هاسكي وحاطه في السطح تيعطيه رجلي ديال الدجاج. هاسكي اصاحبي هاسكي في الشمس واش تم الاسكا والله لا صاحب. زومي زومي على عينيه سبحان الله العظيم كيش يدير لعينيه. شوف انت شوف تيبقى تيدورهم وتيسبحان الله. عنده جوج ديال الرموش غير باش تعرف كاين. شوف ملي كينعس كيغمضنا بحالنا بحالو كيغمض هكا وملي كيرمش كاين عنده واحد الطرميشه هكا هذيك بحال شكل بحال شكل سويكلاس سويكلاس كيمسح هذاك الغبار سبحان الله. دابا شبعان شبعان انت واحد شويه باقي له غير واحد شويه هادي كنجيبو واكل يعني ما كيتخصو حتى حاجه سبحان الله والحمد لله على اي حاجه. عمرك طلقتي؟ شوف ما كنطلقوش باش نكونوا واقعيين داكشي اللي هرب. لا ماشي ما يهربش بالعكس هضر عاد باقي عنده يلا عام باش تعرفوا يلا غادي يكمل هذا الشهر عام. شحال انت مربي؟ وقول هادي وهي هذيك ملي تزاد يعني ملي تزاد انت مربي؟ ملي تزاد هو عندي صافي انت هو باه دابا على هو باه انا هو كلشي والله. لا شوف الحمد لله شوف كتبقى هذا الحيوان كيبقى سبيسيال باش نكونوا واقعيين. كنقول لك سبحان الله كتحس به والله الا بحال ولدك. انا الا ما شفتوش في النهار ما كنكونش مزيان ما كنكونش مرتاح باش تعرف. ولفتي ولفت بحال دابا عايش في كازا. انا دابا راني في كازا ان شاء الله. ولد وجده وعايش في كازا. انا ولد وجده في كازا ولفتي كازا كنجي لكازا دائما في الصيف دائما تلقاني هنايا دائما تلقاني. مرحبا بك اخويا صاحب بك الجنه والله. لا شوف والله لا الناس ديال كازا باش نكونوا واقعيين شوف كاين اللي كيقول لك انا راني رجاوي ودادي
ومغربي. انا نهار تلعب الراجل انا كنزيد مع الراجل، نهار تلعب الوداد راه نزيد مع الوداد، نهار نلعبوا بجبيهم راه ما كنتفرش انا كاع ونعيد راسي من المشاكل كاع. نهار تلعب المغرب شي باج فيسبوك نزيد معاه. انا عندي باج فيسبوك وباج في يوتيوب، دير غير مول نسر بالفرنسي. واه تا انا حط لكم باج ديالو اللي بغيت ابونا عنده هنا يدخل. مرحبا بكم، وشو اي واحد مرحبا به، كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش اي حاجه والله الا مرحبا، واي حاجه تزيد بالبلاد القدام حنايا معاها الله باش نكونوا واقعيين. الله يسهل عليك. امين يا رب. تبارك الله عليك. تحياتي يا اخويا. دابا ما تيديرش شي لعيبه تيبقى بحال هكا. ها انتوما شوفوا هذه تيك توك. اللهم بارك. تبارك الله. ها انت. سبحان الله العظيم. شوف النادوكس. ها. سبحان الله العظيم. الله يبارك فيك انت. سبحان الله. هذا جمال. سبحان الله العظيم. خلق الله. سبحان الله. والله الا شوف الله سبحانه وتعالى راه خلق شي حوايج راه مازال ما شفناهم حنا في المغرب باش تعرف. راه كاين شي حيوانات حنا مازال ما شفناهم اقسم بالله. وكتبقى معجب سبحان الله عاطي واحد الكولور اللي سبحان الله. الحمد لله. مشيئة الله سبحان الله. وشوف وكنشكر جميع الناس اللي شوف اللي كيقول شي هضره زينه والله الا من القلب. واللي ما كيقولش حتى هو اللي ما كيقولش هضره زينه والله الا مرحبا به حتى هو اقسم الله يسر امرك باش نكون واقعيين والله يسخر الامور على اي واحد الله يسهل على اي واحد في هاد الدار الدنيا كامله ماشي غير حنا في المغرب الحمد لله اخويا تبارك الله عليك انا خوتو تحياتي